انضم الينا من تونس مراسلنا علي القاسمي، ومن باريس محمد الحاجي، كما ينضم الينا من بلباو مراسلنا معاذ الحامد. معاذ حامد، وابدا من تونس مع علي القاسمي. يبدو ان تونس تستعد للعوده بالرابع من يونيو، لكن ما مدى يعني قوه هذه الاجراءات من ناحيه عوده الحياه الى طبيعتها علي؟ بالفعل نضال، اليوم بدأت تونس المرحلة الثانية من استراتيجية التي اعتمدتها الدولة في الحجر الصحي الموجه، وستنص هذه المرحلة على فتح المجالات الاقتصاديه والمؤسسات الاقتصاديه بنسبه، مع عوده الطاقه بطاقتها التشغيليه بنسبه 75%، ايضا عوده المقاهي والمطاعم الى نشاطها، ولكن دون الجلوس في المحلات ولكن عبر اقتناء والمغادره. ايضا ستسجل اليوم عوده دور الحضانه ورياض الاطفال الى نشاطها بنسبه 50% من طاقه استيعابها. كما ايضا سنسجل اليوم خلال هذا الاسبوع استئناف طلبه البكالوريا السنه الختاميه من المرحله الثانويه دروسهم في انتظار اجرائهم لعمليه الامتحانات النهائيه موفى الشهر القادم، وستقوم وزاره الصحه بالاشتراك مع وزاره التربيه باجراء التحاليل سريعه لاغلب الاطار التربوي من تلاميذ وحتى الاساتذه. ايضا فيما يتعلق بعوده ربما في الوضع الوبائي في البلاد، خاصه مع تسجيل عدم تسجيل اي اصابه جديده بفيروس كورونا، مع استقرار عدد الاصابات حدود 1051 اصابه، وعدد الوفيات ايضا استقر منذ ايام، وكل ما يتم تسجيله في الفتره الاخيره من اصابات هي لاصابات وافده، كما تم تسجيل ايضا خلو 7 محافظات من البلاد من الفيروس، وهو مؤشر كبير على ان تونس تحكم بشكل كبير في هذه في هذا الوباء. في هذا عمليه المرحله القادمه التي ستكون المرحلة الأخيرة من مرحلة الحجر الصحي الموجه، ستكون في 4 من يونيو القادم، والتي سيتم خلالها استئناف بصفة كبيرة عملية النشاط الاقتصادي وفتح التنقلات بين المدن، بالإضافة إلى فتح المساجد وفتح المقاهي بصفة شاملة، على أن تنتهي هذه المرحلة في منتصف الشهر القادم بعودة الحياة إلى طبيعتها بشكل كبير. نعم، إلى فرنسا ومحمد الحاجي. محمد، إلى أي مدى يعتبر تصريح وزيري الخارجية الفرنسي والألماني بمثابة إعلان رسمي لعودة الحياة إلى طبيعتها والدخول عمليا في مرحلة ما بعد كورونا؟ نعم، نضال، في الحقيقة هما رئيسا البرلمان الفرنسي والألماني اللذان التقيا وأكدا على ضرورة فتح الحدود بين الجارتين ألمانيا وفرنسا، وأيضا الحليفتان ألمانيا وفرنسا اللتان تضررتا بحسب تصريحات رجلين من الحظر المفروض ليس فقط على المنطقة الحدودية الممتدة على مئات الكيلومترات من منطقة الألزاس واللورين، وإنما أيضا على الفضاء العام الأوروبي، لأنه كما تعرف ألمانيا وفرنسا هما نواة الاتحاد الأوروبي. فرنسا وألمانيا اعتبرتا بأنه اعتبارا من 15 من شهر يونيو حزيران القادم يجب فتح الحدود بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للتجارة البينية وأيضا للتنقلات، لكن لا شك بأن هذا اللقاء هو بحسب المحللين رد على قرار بريطاني بفرض الحظر والحجر عفوا على القادمين من الاتحاد الأوروبي، ومما حدث بفرنسا للرد بالمثل. عدد من الدول الأوروبية ليست مستعدة وعلى رأسها بريطانيا لفتح الحدود بشكل كبير أمام المواطنين، لكن واضح من هذا اللقاء أو من هذه التصريحات الفرنسية الألمانية بأن الاتحاد الأوروبي في حاجة لإعادة الوقوف على قدميه بعد صدمة إغلاق كورونا لفترة عدة شهور، وهو أيضا ما سيعيد الحياة الاقتصاد لهذه القارة العجوز التي تنأى تحت وطأة هذا الفيروس منذ عدة أسابيع وشهور، وبالتالي هي مقدمة لتصريحات سياسية، لكن في نفس الوقت اقتصادية يجب أن تعود الأمور على شكلها الطبيعي، وهذا يدل على أنه هناك نوع من التفوق على الفيروس وأيضا تطبيع العلاقات بين هذه الدول من أجل عودة الحياة إلى شكلها الطبيعي بين فرنسا وألمانيا. اعتبارا من 15 من حزيران سنشهد فتح لأول حدود بين البلدين، قد تمتد إلى عدد دول أخرى لتشمل باقي دول الاتحاد الأوروبي، وهو أمر منتظر من جميع السكان الاتحاد الأوروبي، وخاصة مع بدء فترة العطلة الصيفية في الشهر 7 وشهر 8 من هذا العام.
نعم معاذ، في بلباو ما مدى عودة إسبانيا للحياة العادية؟ بمعنى هل يمكن أن نقول أن إسبانيا دخلت أيضا مرحلة ما بعد كورونا، على الأقل على المستوى الشعبي، هل عاد الناس إلى حياتهم الطبيعية؟ يعني الحقيقة هنا في إقليم الباسك شمال إسبانيا تقريبا الحياة عادت بشكل شبه طبيعي. خرجت مئات العائلات إلى الشوارع، أيضا افتتحت الشواطئ، الآلاف ذهبوا كي يصطافوا إلى الشواطئ في هذا الجو الربيعي الدافئ، إضافة إلى أن المطاعم افتتحت أبوابها والكافيهات افتتحت أبوابها بشكل تقريبا شبه كامل. الجميع يجلس في الخارج بنسبة كبيرة جدا، يعني يسمح بنسبة 50% من الزبائن بالجلوس في الداخل. طبعا كل هذا ضمن إجراءات صحية معينة مثل مسح الطاولات بشكل مستمر بالمواد المطهرة، إضافة إلى ارتداء العاملين داخل هذه الكافيهات والمطاعم الأدوات اللازمة لحماية أنفسهم من الفيروس أو نقل العدوى. طبعا الآن إسبانيا تنقسم إلى قسمين، قسم دخل في المرحلة الثانية وهي الإجراءات الأكثر تقدما في الفتح، إضافة إلى القسم الأول وهو الذي دخل في إجراءات تخفيفية نوعا ما قليلة مثل مدريد وبرشلونة. بالعودة على تخفيف أو بالعودة على تقليص عدد الوفيات الذي قالت عنه السلطات هذا اليوم، هنالك مشكلة حقيقية ما بين الحكومة المركزية وإقليم كتالونيا أي برشلونة. أكثر من نصف هذه الوفيات التي تم خصمها هو في إقليم كتالونيا. تقول السلطات أن الإقليم لا يرسل الإحصائيات بشكل دقيق إلى الحكومة المركزية. وخلفيات أيضا، إسبانيا تتكون من 17 إقليما مستقلا بشكل ذاتي وهي ترسل بشكل يومي هذه التحديثات، إذن هنالك نوعا ما مشكلة في الإحصائيات التي يتم إرسالها من هذه الأقاليم. ولذلك وضعت السلطات هنا نظاما جديدا للإحصاء. مثلا تقول السلطات أنه خلال الأسبوع الماضي توفي فقط 50 شخص ضمن هذه الحسبة الجديدة التي وضعتها، لكن خلال الأيام القادمة ستتضح الأمور أكثر حول النظام الذي وضعته. نعم، شكرا لك معاذ حامد مراسلنا من بلباو، وشكرا أيضا لشبكة مراسلنا.